رأي الفنانة صابرين في تقديم منى زكي فيلم عن أم كلثوم. كشفت الفنانة صابرين عن رأيها في تقديم الفنانة منى زكي لفيلم عن قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم. وأكدت صابرين خلال لقاءها في برنامج الراديو بيضحك إنها ليس لديها أي نصيحة تقدمها لمنى زكي، كونها قدمت من قبل دور أم كلثوم في مسلسل تلفزيوني حقق نجاح كبير جدا. وقالت بالظبط صابرين: أنا ما انصحش منى زكي بحاجة، هي ممثلة شاطرة ومش محتاجة نصيحتي، هي عارفة بتعمل ايه وهي ذكية جدا. ده غير كمان ان هي عملت دور أم كلثوم في مسلسل قبل كده وحقق نجاح كبير جدا. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.